رايك بقدر افكر فيه انه باي دايركشنال؟ باي دايركشنال اس سي ار او فيرست. نرمز للترايك بالرمز التالي. هذا بنسميه جيت. هلا بطل عندي انود وكاثود لانك استخدمت رح استخدم الان كاني انتي بارلل اس سي ار. فهذا بنسميه الاصطلاح بنسميه تيرمينال 2 وهذا بنسميه تيرمينال. كيف نبني ترايك؟ نجيب 2 ان بي ام بي جنكشنز. اخترناهم بهذا الشكل. الان راح اخذ الماده هاي راح تصير هاي كلها بي. راح اشبك هاي الان مع هاي الان. راح اشبك هذه البي مع هاي البي بهذا الشكل. كأني أخذت ام بي ام بي. ايش هو الام بي ام بي؟ لا ايش اي جي بي تي؟ مين حكى اي جي بي تي؟ ايش الام بي ام بي؟ اس سي ار. معلش انا بديش ما بديش اخوفك انك تحكي. احكي مش مشكله احكي بلا ما بصيرش احكي لك. طيب ام بي ام بي عندي جبت انا اس سي ار وحطيته ان بارلل مع اس سي ار ثاني انتي بارلل. ام بي ام بي ام بي ام بي شبكت البي مع البي والان مع الان والبي مع البي. ضل عندي ان فوق وان هون. انا راح اعمله الان راح اضيف جنكشن هون اضافيه ان. بعدين راح اخذ اومي كونتاكت هون. اومي كونتاكت يعني متل قطعه متل. بعدين راح اخذ اومي كونتاكت هون. اومي كونتاكت هون هلا اذا بتطلعوا بين التيرمينال هاد والتيرمينال هاد في عندي ام بي جنكشن وفي عندي بي ان جنكشن. في ام بي جنكشن هيها من هون هي ان مع بي هون. وفي عندي بي ان جنكشن بي مع ان هون. فصار بامكاني اعمل فايرنج لهذا باي دايركشنال. يعني ممكن احط اذا حطيت بوزيتيف فولتج على الجيت بالنسبه لتي 1 او نيجاتيف فولتج على الجيت بالنسبه لتي 1 راح يعمل فايرنج. صار بامكاني اشغله كاس سي ار بهذا الاتجاه وممكن يشتغل كاس سي ار بهذا الاتجاه لانه هدول اصلا التنين اللي احنا حطيناهم في واحد منهم كان اس سي ار انا حاطه بهذا الاتجاه في واحد كنت حاطه بهذا الاتجاه. مزبوط. مره ثانيه ردوا تطلعوا هي ان بي ان بي مش هيك هذا الاصلي اللي حطيناه هون. لو انا حاطط ام بي ام بي هذا كانه وعندي هون بي ام بي ام بي مظبوط وعندي هون بي ان بي ان اللي كنت حاطه هون هذا كأنه ماشي واضح. يعني كأنه احنا جبنا السي ار بهذا الاتجاه السي ار بهذا الاتجاه دمجناهم الاثنين مع بعض. فصار بامكاني الان اعمل كوندكشن بهذا الاتجاه عن طريق هذا البلوكس اللي موجوده هون او بهذا الاتجاه. يعني هي هون هي عندي بي ان بي ان هي وبي ان بي ان هي بهذا الاتجاه. فهذا هون اعطاني اس سي ار بهذا الاتجاه، هذا اعطاني اس سي ار بهذا الاتجاه. الاختلاف انه الفايرنج لهم الاثنين من نفس المكان، عملت لهم فايرنج من نفس المكان من هون
وهاي في عندي هون هاي بي ان جنكشن وهاي هاي عندي من بي عفوا هاي عندي بي ان جنكشن هيك اللي هي جاي من الجيت لتي 1 وفي عندي بي ان جنكشن معكوسه صارت من هون بي ان بس معكوسه فهي تسمح لي اعمل فايرنج بلس وماينس ولذلك الترايك بقدر اعمل له فايرنج هون اذا حطيت بوزيتيف كرنت او بوزيتيف فولتج او نيجاتيف كرنت او نيجاتيف فولتج على الجيت بالاتجاهين بقدر اعمل له فايرنج وبنطبق عليه نفس الشروط بقدر بعمل الهولدنج كرنت اذا وصل الهولدنج كرنت حتى لو بعدين شلت البلس عن الجيت راح يضل يعمل كوندكشن ونفس الشيء في عندي كمان في بي او بريك داون فولتج ونفس الشيء اذا تتذكروا البريك داون فولتج ايش كان يصير عندي اذا ضليت ازيد الفولتج من هون ايش الظاهره اللي بتصير عندي على اس سي ار شو اللي بدا يزيد معي الليكج كرنت بدا يزيد معي الليكج كرنت اذا حطيت فورورد فولتج على الترايك او على الثايرستر اذا حطيت فورورد فولتج في عندي الا يصير في ليكج كرنت كل ما بديت ازيد هذا الفولتج بزيد الليكج كرنت اذا الليكج كرنت وصل اي ليفل هو اول شيء لازم يوصل اللاتشنج بعدين فبس يوصل الانود لاتشنج كرنت راح يعمل كوندكشن هذا راح يصير فيه بريك داون بنفس الطريقه هون راح يصير عندي بريك داون لو ضليت ازيد الفولتج الفولتج بين الانود والكاثود او بين تي 1 وتي 2 في الحاله هاي لما بوصل قيمه معينه راح يصير كوندكشن لما اوصل لاتشنج كرنت بدون ما اعمل فايرنج من الجيت هلا اذا بنطلع على الفولتج كرنت كاركترستكس للتراك اخذنا احنا الفولتج كرنت كاركترستكس للاس سي ار ولا ما رسمتهم؟ رسمناهم؟ خليني هون افترض عندي هون في انود كاثود بس هو بالحاله هاي راح يكون في تي 2 تي 1 اذا لو اخذت الفي اي كي خليني اركز على الفي اي كي اللي هي للاس سي ار اذا ما في عندي جيت كرنت راح اضل ازيد الفولتج مضبوط؟ الفورورد فولتج هذا المود بنسميه فورورد بلوكينج لما بحط فولتج فورورد فولتج على يعني هون لو حكينا عن الاس سي ار عن السيليكون كنترول ريكتيفاير هاي عندي انود هاي كاثود وهي جيت ما حطيت انا كرنت بالجيت حطيت فولتج فورورد فولتج مش هذا فورورد هون حطيت فورورد فولتج بوزيتيف هون ونيجاتيف هون ايش بده يزيد عندي الليكج كرنت مظبوط بده يزيد عندي الليكج كرنت هذا السلوب طبعا انا مبالغ فيه هو اقل بكثير من هيك يعني الليكج كرنت صغير جدا بيكون بضل يزيد معي من هون انا مش حاطط جيت كرنت ايش راح يصير عند نقطه معينه هون ايش الفولتج اللي بدي اوصل له اللي هو في بي او راح اوصل هون عندي عند نقطه في بي او اللي عندها يوصل اللاتشنج الانود لاتشنج كرنت عند هذه النقطه ايش راح يصير بريك داون راح يصير يرجع معي بهذا الشكل وراح ينطبق على خط هذا الخط هذا بنسميه فورورد كوندكشن اذا هذا هون فورورد بلوكينج الريجن هذا هون فورورد بلوكينج لانه انا ما اعطيته جيت كرنت الجيت كرنت زيرو يعني هون عند النقطه هاي نحطه بلون ثاني هذا الكيرف من هون اي جيت يساوي زيرو ما حطيتش انا جيت كرنت فضل يزيد معي بس بزيد بالليكج كرنت بضل يزيد الليتشنج كرنت لحد ما الليكنج كرنت يساوي الانود لاتشنج كرنت لما يوصل لهي القيمه هي كانت تقريبا حوالي 80 ملي امبير مثلا في المثال اللي احنا اطلعنا عليه في الجهاز اللي اطلعنا عليه راح يصير في فجاه بريك داون راح يعمل بسرعه كوندكشن يعني حتى هذا السلوب انا حتى مبالغ في ميلانه اقل كثير من هيك راح يرجع مباشره هذا شو بذكركم هذا الكيرف الدايود بيشبه الدايود عمليا لانه هون رجعت انا كانه صار عندي دايود فورورد كوندكشن للدايود هذا على اي جي 0 هلا لو انا اعطيته الكرنت المطلوب لو اعطيته اي جيت كرنت المطلوب راح يمر في النقطه هاي راح يمشي من هون مباشره
فلو عامل له هون هلا هون هذا عندي اي جي راح يكون الريتد جيت كرنت اللي مطلوب وبينه نعم تفضل يعني ما اعطيتوش جيت كرنت انت بهذا مش زمن ممكن تعطي فاليوز ما بين اثنين بين الزيرو والقيمه هاي هاي مش زمن هون انتبه لكن انت ممكن تاخذ قيم مختلفه لاي جيت لو انا اي جيت زدته بس ما وصلته القيمه المطلوبه شوفوا شو راح يصير هاي قيم مختلفه للجيت كرنت بس اقل من القيمه المطلوبه حتى يعمل فاليو ايش راح يصير في الفي بي او راح ينزل فالفي بي او الفعلي effective VBO VBO اللي راح الاقيه في الداتا شيت قديش بتكون اي جي مفترضينها زيرو فلو كان عندي اي جي زيرو ما اعطيته جيت كرنت مش عامل ولا شيء هون هذا عباره عن ام بي ام بي ام بي ان بي ان من هون بهذا الاتجاه بديت احط فولتج بين الانود والكاثود بدي يزيد عندي الليكج كرنت حسب طبيعه الديفايس لما وصل الليكج كرنت اللاتشنج كرنت كان في بي بيساوي في بي او او في اي كي بيساوي في بي او صار في عندي بريك داون انهار السيستم وصعب اخربه على فكره لاحظوا الدايود اذا حطيت عليه ريفرس فولتج اذا حطيت على الدايود العادي ريفرس فولتج كفايه مش بقدر احرقه بقدر اخربه هون صعب هلا لا ينصح بهاي الطريقه بس هو كانه بيحمي نفسه اذا ضليت ازيد عليه الفي بي او بيعمل بلوكينج لحد نقطه معينه شو راح يصير راح يصير بريك داون فهو خلص بيستسلم وبيعمل كوندكشن فصعب اخربه بهاي الطريقه إذا هون بيعمل كوندكشن بوصل هون بيعمل كوندكشن وبعدين بيطلع لها. إذا الجيت أعطيته الجيت كرنت المطلوب إذا حطيت عليه الجيت الكرنت المطلوب بيشتغل مباشرة على هذا الخط. إذا قيمة الجيت كرنت كانت بين الريتد اللي في الداتا شيت وبين الزيرو رح يصير يوصل قيمة في بي البريك داون فولتج اللي عنده بصير أقل. لأنه هو أصلاً في كرنت جاي أو في كوندكشن جاي من الجي فما بيحتاج فورورد انود كاثود فولتج عالي بحيث انه يعمل كوندكشن هون راح يصير في فاليوز مختلفه لاي جي يعني هون راح احط خط اي جي 1 اي جي 2 اي جي 3 وخلي هاي اي جي ريتد نسميها اذا عندي هدول اذا بدي ارتبهم اي جي راح يكون عندي اي جي ريتد اكبر من اي جي 1 اكبر من اي جي 0 وهذا طبعا اكبر من 0 اللي هو كل حاله من الحالات هذول صار عندي كيرف مختلف بالريفرس راح نعم يعني هو سمعت لك سويتش بس كلهم هذول كسويتش يعني لاحظ احنا الكورس هذا كله ما بنحكي عن هذول الكومبوننتس الا ك سويتشز سواء كان الاي جي بي تي سواء كان الموسفيت سواء كان الترايك الدايك كل بس الاختلاف بينهم انه كل واحد منهم بيعمل سويتشنج تحت كرايتيريا مختلفه او الكاركترستكس تبعته مختلفه كلهم سويتشز كل الباور الكترونكس مبني على السويتشنج يعني ايديال احنا بنتمنى السويتش يكون ايديال بس احنا از نير ايديال از بوسيبل نعم لو اعطينا الاي جي اكثر من الريتد اول ما اظن بصير في مشكله اظن بصير في عندك ديسيبيشن اضافيه في الجيت وبدك تنتبه ما تتعدى الفاليو اللي محطوط في الداتا شيت لانه بتبدا تحمل الجي بي ان جنكشن هاي بس ما بيختلف عن ما بيختلف عن الكيرف هذا يعني هذا الكيرف هو اقصى ما يمكن يوصله من هون بس المشكله اذا بتطلع على الداتا شيت اظن بعطيك ماكسيمم فاليو للاي جيت كرنت ما تزيد عنه لانه بصير في عندك باور ديسيبيشن وبعرف اذا بصير في افكتس ثاني بتخرب على الجنكشن اذا عندي انا طبعا هذا انتبهوا هذا للاس سي ار هلا بالريفرس بصير زي الدايود شو كان عندي يصير بالدايود لو بديت احط ريفرس انود كاثود فولتج ايش راح يبدا يمشي؟ ليكج كرنت بنفس الطريقه هذا الكرنت راح يصير عندي نفس الشيء من هون بس هذا بيقدرش يعمل ريفرس كوندكشن فراح يصير في عندي بريك داون ما بصير كاباسيتر زي الدايود العادي هو بتحول ل هو بصير كاباستر بس انا الكاباستنس هاي ما راح اقدر اشوفها تحت الدي سي ايمتى بتبين معي؟ مع الاي سي بس هون راح يصير في عندي بريك داون هلا هون انا ممكن اخرب الديفايس زي ما بخرب هذا طبعا هون الاس سي ار انتبهوا هذا لسه مش الترايك هون راح يصير في عندي بريك داون فولتج وهذا الليكج كارت الليكج كارت راح يصير عندي هون اذا هاي الفولتج كارنت كاركترستكس للاس سي ار شو بتتوقع الترايك بيكون؟ هاي بتصير هي الميرور تبعت هذه من هون بلفها 180 درجة يعني الترايك رح يصير عندي الفولتج
فولتج كارنت كاركترستكس للتراك راح تصير هاي نفس الطريقه من هون. لأن صار هي سيمتريكال ديفايس، صار الفورورد كوندكشن بيشبه الريفرس كوندكشن. تذكروا هذا اسمه فورورد بلوكينج وهذا فورورد كوندكشن. ريفرس بلوكينج ريفرس كوندكشن. والجيت كارنت حسب ما بتغير الجيت كارنت من هون بصير الترانزيشن هاي بتصير على فولتج مختلف. بالنسبه للدايك بيشبه تماما تركيبه التراك بس ما عنديش الجيت كونكشن من هون. فالدايك على كاركترستكس للدايك اعطيني كاركترستك مختلفه شوي. هلا هذا ما بعرفش يمكن له علاقه بطريقه التصنيع. هذول الاثنين سيمتريكال بس بيختلف شكله شوي عن هذا. الفولتج تقريبا هذا هون حوالي 32 فولت، هذا حوالي 10 فولت، هذا 32 فولت، هذا 10 فولت. فالدايك هو كطريقة شغل الدايك انه بضل الفولتج يزيد عليه ليوصل قديش؟ حوالي 32 فولت، ما فيش عندي جيت كارنت هون. لما وصل بعدين بيعمل كوندكشن، بيعمل بريك داون وبنزل الفورورد فولتج تبعه لحوالي 10 فولت. بيستخدم اشهر استخدام للدايك في دائرة الدمر. حنطلع عليها بمحاضرة قادمة. ماشي واضحة واضحة هدول عمل الديفايسز التنتين، عندك ترايك والدايك. الترايك عبارة عن تو باي دايركشنال السيارة. لكن لما بروح على باور ريتنجز عاليه ما بقدر استخدم الترايك. هلا بعرفش هذا له علاقه بطريقه التصنيع. لما بدي ريتنجز عالي، باور ريتنجز عالي وفولتج ريتنجز عالي، عاده بستخدم اس سي ارز او تو اس سي ارز انتي بارلل. فاذا بدي استخدم تو اس سي ارز انتي بارلل بقدر استخدمهم بهذا او باك تو باك بنسميهم او انتي بارلل. التطبيق الشائع اكثر اني استخدم هذول. هم يعني هذا ايكوفالنت للترايك بس هاي الطريقه الشائعه اللي تستخدم بدي لما بدي هاي باور ريتنجز وهاي كرنت فولتج ريتنجز. هلا بتوقع له علاقه بالتصنيع. يعني لو اجيت قلت مثلا فرضا بدي انا 10 كيلو امبير ترايك صعب اني اصنع. هلا له علاقه بالتصنيع، انا ما بعرف بالضبط ايش السبب ليش بخليهمش، بس صعب انك تلاقي ترايك مثلا يكون مثلا 1 كيلو امبير او 2 كيلو امبير. لكن وقتها بدك تضطر انك تجيب 2 اس سي ارز تستعملهم انتي بارلل بعطوك نفس هذا. صارت هون اعقد دائره الفايرنج. بدك هاي دائره فايرنج وهاي دائره فايرنج، وفي عندك مشاكل بتصير. لاحظ الكومن تبع هذا هو نفسه، هو الكومن تبع هذا غير عن الكومن تبع هذا، وهدول نقطتين كهربائيتين مختلفتين، فبصير عندنا مشاكل في الايسوليشن. رح نحكي احكي عنها كيف بدي اعمل ايسوليشن ما بين الكومن.